السلام عليكم ورحمة الله. في حصة اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن اتصال ذي العددية في نقطة. إذا نبدأ بالتعريف. إف متصلة في إكس زيرو، يعني في نقطة أصولها إكس زيرو، يكافئ ليميت ديال إف لي إكس عند مسؤول إكس إلى إكس زيرو، يساوي إف لي إكس زيرو. ماذا يعني؟ يعني أن النهاية ديال إف في إكس زيرو خصها تساوي الصورة ديال إكس زيرو. إذا مبيانيا فعندنا واحد المنحنى إف متصلة، يعني كيكون المنحنى غير متقطع في النقطة التي أفصلها إكس زيرو. يعني إذا خدينا مثلا هاد النقطة إم زيرو، أفصل ديالها إكس زيرو والأرسل ديالها إف لإكس زيرو. إذا في هاد النقطة المنحنى غير متقطع. العكس ديالها كيكون دالة غير متصلة، يعني كيقول له عندنا واحد التقطع في المنحنى. إذا ناخدو مجموعة من الحالات. نبدأ بالحالة الأولى. إذا عندنا في المنحنى الأول اللي كيمثل لنا منحنى الدالة إف واحد، إف واحد إكس كتساوي لنا إكس مربع ناقص إكس ناقص جوج على إكس ناقص اثنين. إذا المنحنى ديال هاد الدالة هو هذا اللي عندنا في الشكل الهندسي. كنلاحظو واحد الدائرة صغيرة في النقطة التي أفصلها جوج. شنو كيعني هذا؟ كيعني أن إف غير متصلة في ذاك النقطة هذيك، وهذا كيظهر من خلال أن جوج لا تنتمي إلى مجموعة التعريف. إذا مجموعة التعريف ده الدالة دي إف واحد، كنلاحظو أن إكس ناقص جوج عندنا في المقام، يعني إكس خصها تخالف جوج، وبالتالي مجموعة التعريف خصها تكون آر ناقص جوج، أي أن جوج لا تنتمي إلى مجموعة التعريف، يعني الدالة إف غير معرفة في العدد جوج. إذا عندما تكون دالة غير معرفة في نقطة فهي حتما غير متصلة في ذاك النقطة هذيك. ناخذ الحالة الثانية ديال إف جوج اللي كتساوي لنا إكس مربع ناقص إكس ناقص جوج على إكس ناقص جوج عندما إكس تخالف اثنان وتساوي واحد عندما إكس تساوي اثنان. إذا المنحنى ديال الدالة هالشكل هذا. إذا نحسبوا النهاية ديال إف في جوج. إذا إلى عوضنا غير جينا الشكل غير محدد، إذا كنعملوا في البسط لأن غادي البسط كينعادل في جوج. إذا كنعملوا غير جينا إكس ناقص جوج عامل إكس زائد واحد على إكس ناقص جوج، كنختزلوا بإكس ناقص جوج في البسط في المقام، وكيبقى لنا إكس زائد واحد وكنعوضوا بجوج تيعطينا العدد ثلاثة. يعني النهاية ديال إف في جوج كتعطينا ثلاثة، والصورة ديال جوج هي واحد، وبالتالي كنلاحظو هنا بأن النهاية ديال إف جوج تخالف إف ديال جوج. هذا يعني أن إف غير متصلة في العدد اثنان. إذا هنا كيبان من خلال الشكل الهندسي فالنقطة عندنا خارج المنحنى، وهنا عندنا واحد الدائرة صغيرة. الحالة الثالثة عندنا إف ثلاثة كتساوي لنا واحد على إكس أس اثنان عندما إكس تخالف صفر وتساوي واحد عندما إكس تساوي صفر. إذا إلا حسبنا نهاية هاد الدالة في الصفر، ألقى ليميت واحد على إكس كاري في الصفر، واحد على الصفر هي بلوس أنفيني، وبالتالي الدالة غير معرفة في العدد. الدالة يعني النهاية ديالها غير منتهية. إذا فالدالة غير متصلة في الصفر، لأن النهاية لقيناها بلوس انفيني، وعندنا إف ديال صفر هي واحد، وبالتالي فإف صفر تخالف الليميت ديال إف لي إكس في الصفر. إذا الدالة غير متصلة. إذا نرجعو للتعريف. إذا تكون إف متصلة إذا كان الليميت ديال إف في إكس زيرو كيساوي لنا إف لي إكس زيرو، يعني الصورة ديال إكس زيرو الدالة إف طبيعة الحال. إذا ناخدو تمرين تطبيقي. نبدأ بالحالة الأولى. عندنا إف دو إكس تساوي إكس مربع ناقص واحد على إكس زائد واحد. غادي ندرسو الإتصال في ناقص واحد. إذا أول خطوة كنقومو بها يعني نحدو مجموعة التعريف بعدا. إذا مجموعة التعريف هنا إكس كتنتمي لآر، وإكس
يعني زائد واحد تخالف الصفر، إكس زائد واحد تخالف الصفر، أي إكس تخالف ناقص واحد، أي آر ناقص واحد. إذا حنا كنشوفو بأن ناقص واحد لا تنتمي إلى مجموعة التعريف، يعني الدالة إف غير معرفة. إذا إف غير معرفة في ناقص واحد، إذا أوتوماتيكمون إف غير متصلة في ناقص واحد. الحالة الثانية عندنا إف لي إكس كتساوي لنا إكس مربع ناقص واحد على إكس زائد واحد عندما إكس تخالف ناقص واحد، وتساوي سا عندما إكس تساوي ناقص واحد. إذا كنحسبو الصورة ديال ناقص واحد، صورة ناقص واحد هي سا، وغادي نحسبو الليميت ديال إف دو إكس عندما إكس يؤول إلى ناقص واحد. إذا هو الليميت ديال إكس ناقص واحد على إكس مربع ناقص واحد على إكس زائد واحد عندما إكس يؤول إلى ناقص واحد. إذا إلى عودنا بشكل مباشر غنلقى واحد الشكل غير محدد، غنلقى في البسط ناقص واحد مربع اللي هي واحد، واحد ناقص واحد صفر على صفر، إذا شكل غير محدد. إذا خصني نزول داك الشكل الغير محدد. إذا كنعملو في البسط عندنا متطابقة هامة، إكس مربع ناقص واحد مربع، إذا هي إكس ناقص واحد عامل إكس زائد واحد على إكس زائد واحد، دائما النهاية في ناقص واحد. إذا اختزال بإكس ناقص بإكس زائد واحد، تبقى لنا ليميت إكس ناقص واحد في ناقص واحد. التعويض المباشر تعطيني ناقص واحد ناقص واحد هي ناقص اثنان. إذا لقينا النهاية ديال الدالة في ناقص واحد كتساوي لنا ناقص اثنان، وهاد ناقص اثنان راه تخالف إف ديال ناقص واحد اللي لقيناها كتساوي لنا هي ستة، وبالتالي إف غير متصلة في ناقص واحد. نمرو للحالة الأخيرة، عندنا إف لي إكس كتساوي لنا إكس مربع ناقص جوج إكس ناقص ثمانية على إكس ناقص أربعة عندما إكس تخالف أربعة، وتساوي ستة عندما إكس تخالف أو تساوي أربعة. إذا بنفس الطريقة نحسبو النهاية، إذا عندنا الصورة ديال أربعة حسب المعطيات هي ستة، يعني إف أربعة هي ستة. إذا نحسبو ليميت ديال إف دو إكس عندما إكس تؤول إلى أربعة، إذا هي ماذا؟ هي الليميت ديال إكس مربع ناقص اثنان إكس ناقص ثمانية على إكس ناقص أربعة في أربعة. إذا هنا ممكن نكتب إكس تؤول أولا مباشرة ديال أربعة اختصارا. إذا التعويض المباشر غيعطيني شكل غير محدد. إذا في البسط عندنا واحد معادلة من الدرجة الأولى أو حدودية من الدرجة الثانية، كنديرو دلتا وكنلقى الجذور. إذا بالنسبة للجذور فغنلقى أربعة وغنلقى ناقص اثنان، يعني غيكون التعميد ديالها شكل إكس ناقص أربعة عامل إكس زائد اثنان. يمكن لكم تأكدوا من العملية على إكس ناقص أربعة، إذا دائما في أربعة. إذا عندنا واحد اختزال بإكس ناقص أربعة في البسط وفي المقام، تيبقى لنا الليميت ديال إكس زائد اثنان عندما يؤول إكس إلى أربعة، وإلا عوضنا إكس بالعدد أربعة غنلقى أربعة زائد اثنان تساوي ستة. إذا حسبنا الليميت ديال الدالة إف في العدد أربعة، ولقيناه تساوي لنا ستة، وهي القيمة ديال الصورة ديال أربعة اللي لقينا في البداية، وبالتالي إف متصلة في أربعة.